اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ها بابا، السلام عليكم، شلونك وليدي؟ شلون صحتك؟ هذني إلكم وذني الأيتام أم حسين عافية. باكر إن شاء الله نجيب لكم لحمات وليدي. شلونك بابا؟ وليدي هذن هاي كيسين لكم وهاي كيسين بيت عمك وهذن كيسين لأيتام نصير، هم ضموهم لكم، هو أبوك يعرفهم، جزاك الله خير. تعال، هذول أيتام المعوقين. أي هاي العائلة لا لا سيطلع تعال بابا تعال وليدي تعال بعدك التمر يلا هذني اللي هاي المرة المطلقة اللي يم عمك يعرفها هو يوديه وتعال بعد خل هاك هذا من ستة شيء صار يعني. من يجي عليه هو يودي يعني قل له شيخ عمار جاب يلا هذا كيس واحد اي عد بس هو علي يوصل هذا بعد كيس هذا يلا يلا انا شيل هذا يلا وليدي السبع يلا عين ان شاء الله بريت يا الله عايشين من محلي ما عندي لازم لا سد هذا الباب لا سد لا هاي البيت ابو زين تدري ثلاث اكياس رزوان الناس واحمد جزاك الله خير أحمد أبو زينب